نسعى لأن نصبح أحد المراكز المهمة في العالم بمشروع مركز إسطنبول المالي، ونريد أن يصبح هذا المشروع مركزاً لقطاع البنوك الإسلامية أيضاً. نأمل أن نكمل عملنا التشريعي في هذا الشأن قريباً. هناك تشريعات جذابة للغاية للمستثمرين الدوليين في بلادنا لإنشاء الأعمال وفرص الأعمال، حيث تتوفر الفرص مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الضرائب والإعفاء من الضرائب الجمركية وتخصيص مواقع الاستثمار. هناك العديد من المجالات، من الطاقة إلى النقل، ومن صناعة الدفاع إلى التكنولوجيا، ومن قطاع التمويل إلى الغذاء، والتي يمكننا التعاون فيها. نحن نتوقع من المستثمرين أن يستفيدوا من هذه الفرص بشكل أفضل.